السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بفتح الطرد الذي وصلني من موقع علي إكسبرس. إذا يوم 5 جوان 2022 قمت بشراء من موقع علي إكسبرس إيكوتير سون فيل نوع لينوفو XT92. إذا هذو السماعات بلوتوث من نوع رفيع جدا. السعر تاعهم هنا في الجزائر تقريبا 4000 دينار جزائري، أي 400000، وأنا قمت بشرائهم من موقع علي إكسبرس بسعر 10 دولار، أي ما يعادل 185000 بدراهمنا، 1850 دينار جزائري. مدة الشحن تقريبا أنا البائع الذي قمت بشراء من عنده من موقع علي إكسبرس وصلني المنتج في أقل من 20 يوم. تقريبا أنا قمت بطلب هذه الطلبية تقريبا يوم 5 جوان، وصلتني هنا إلى باب المنزل في يوم 25 أو 26 جوان 2022 كما تلاحظون. هذا هو الطرد كما تلاحظون، محكم جيدا. لومبالاج تاع الطرد كما راكم تشوفوا فيه محكم بطريقة جيدة. هنا كما تلاحظون الاسم الخاص بك وعنوان الخاص بك، وهنا كما تلاحظون رقم الهاتف الخاص بك. إذا قمت بشراء هذا المنتج بتقريبا 10.5 دولار، أي يعادل 2000 دينار جزائري تاعنا، تقريبا 200000. والمنتج كما قلت لكم وصلني في أقل من 20 يوم. الناس اللي حابة تشري هذا النوع من سماعات البلوتوث، نوع ذات سمعة جيدة ونوع رفيع من سماعات البلوتوث لينوفو، سأترك لكم رابط الشراء في صندوق الوصف، رابط الشراء الخاص بالبائع، بائع موثوق جدا، يرسل لك سماعات هاتف دوريجين كما احنا نقولوا، ماشي كوبي، دوريجين تاع لينوفو. وسرعة الشحن كذلك في أقل من 20 يوم توصل لك إن شاء الله إلى باب المنزل. والشيء الجيد مع هذا البائع بأن الليفريزون تكون غراتوي، معناه يرسل لك المنتوج مجانا إلى باب منزلك. إذا نذهب مباشرة إلى فتح هذا الطرد كما تلاحظون. بسم الله نقوم بفتح، أين نفتح الطرد؟ نحاول باش نمسحو نفتحو هذا الطرد كما تلاحظون. لحظة، الطرد كما تلاحظون محكم جيدا. كما تلاحظون الطرد محكم بطريقة جيدة. كما تلاحظون نوع السماعات من نوع لينوفو XT92 كما تلاحظون. لومبالاج محكم بطريقة جيدة كما تلاحظون. الآن نفتح المنتج مع بعض ونرى. لحظة، أقوم بإيقاف لكي أحضر سكين أو شيء أفتح منه. لحظة سأعود. إذا نقوم بفتح هذا المنتج. المنتج محكوم بطريقة جيدة. إذا الناس اللي حابة تشري هذا المنتج
وتشري من عند هذا البائع، البائع موثوق 100%، يوصلك المنتوج بسرعة تقريبا أقل من 20 يوم، وكذلك ليفريزون غراتوي، والمنتج يصلك منتج أصلي دوريجين، حتى تتفادى المنتجات كوبي كما تلاحظون. هذو هما السماعات، سماعات ذات جودة عالية جدا كما تلاحظون، سماعات من نوع لينوفو كما تلاحظون، النوع هذا XT92، نوع رائع ورائع جدا من سماعات لينوفو. تقريبا السعر تاعهم هنا في الجزائر كما كنت نقول لكم 400,000 سنتيم. الان انت تستطيع شراءها من هذا الموقع علي اكسبريس بسعر تقريبا 10 دولار، لانك تحصل على خصم ب 3 دولار. هذه كما تلاحظون الشارجر تاعه على ما اعتقد، نعم الشارجر USB، وهذه كذلك نقوم بفتح المنتج. والله منتج رائع ورائع جدا. هنا كما تلاحظون هذه إذا هذا كل شيء الذي أردت وضعه في هذا الفيديو. الناس اللي حابة شراء هذا المنتج من سماعات بلوتوث نوع لينوفو XT92، ما عليها إلى الدخول في صندوق الوصف، ستجد رابط يتم توجيهك مباشرة إلى البائع الذي قمت بشراء من عنده هذا المنتج. المنتج إن شاء الله سيصلك في أقل من 20 يوم إلى منزلك. والشيء الأهم مع هذا البائع بأن هذا المنتج يأتيك منتج أصلي دوريجين وليفريزون غراتوي، معناه الإيصال مجاني. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.